السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان كنتواجدوا في النواحي ديال الإقليم الجديدة، كاين واحد الفيرما اللهم بارك تبارك الله سلامي، الفيلا ديالها لابيسين، طاقة شمسية، البير، الضوء، الماء ديال الدولة، كل شيء كاين اللهم بارك. فيها 3 هكتارات و3000 متر، 33000 متر، كلها دايرة بالسور. الدخلة ديال البابية هذيك، الدخلة ديال الباب كبير، وفي نفس الوقت كاين حداه باب صغير، كاين واحد البيت حدا الباب. وبالنسبة للبير هو هذا، البير هو هذا الإخوان، كاين الزيتون، كاين الرمان، الكرم، الطاقة الشمسية هي هادي. كاين تبارك الله أشجار المثمرة، كاينين الطاقة الشمسية اللهم بارك تبارك الله، الماء اللهم بارك، الماء حلو موجود، وكل الهم جاذب قوتا قوت. وجيت في واحد المنطقة مهزوزة تبارك الله، عالية عالية بزاف اللهم بارك، كل هاد البلاصة هادي كاملة بالسياج والسيبري. هاد البلاصة هادي فيها لابيسين، الفيلا، غازون، نخل، اللهم بارك. لابيسين هو هذا، تبارك الله فيها 3 شومبر كبار، صالون كبير اللهم بارك. صالون كبير اللي فيها 3 ديال الحمامات و3 ديال الشومبر كبار، وكوزينة كبيرة، وبالتريسين كلشي. كل شومبر في التريسينغ ديالو، بالنسبه للساروت الاخوان ما كاينش، ولكن ان شاء الله الرحمن بحول الله غادي يكون مولاه، غادي نخرج ندخلوا لداخل ان شاء الله الرحمن الرحيم ونصوروا الفيلا من الداخل. المهم غادي نصوروا الفيرما شنو فيها. اللهم بارك، مجهزه كاملة بالأشجار، فيها الكوارع، فيها حتى السكن ديال العساس تبارك الله، كاين الحامض، الزيتون، اللهم بارك. وكلها الإخوان مجهزة بكوتاكوت، وكلها محفظة. ملي كلها دايرة بالسياج والسيبري، هذه الدار ديال العساس هي هذه. وبالنسبه للكوري هو هذا كوري كبير، غنشوفو ان شاء الله الرحمن الرحيم بحول الله. بالنسبه للشاطو ديال الماء هو هذا، هذا الشاطو هذا خاص بالكوارع كما شفتو، راه كلها مسيجه، والكوارع هو هذا. الكوارع فيهم في الطول 35 متر في الطول، تقريبا 20 متر حتى هي في الأرض، 35 في الطول و20 متر في الأرض، خاص ديال البقر، ديال الأبقار كما كتشوف، راه
بالنسبه للكور الكوري هو هذا مسقف مقاد كل شيء كنديروا على صوب المقر كبير تبارك الله اللهم بارك. وهذا الكوري خور هذا الغنم هذا ديال الغنم هذا اللهم بارك. كما كاين ما شفتوا تبارك الله كاينه مازال المساحه كبيره ما مزروعه ما والو ما حتى حاجه. كما قلت لكم الاخوان فيها 33 خدام هي 3 دبطارات و 3000 متر كلها مجهزه بكوت اكوت وفيها الفيلا شي 200 متر والصرف اللي كاين. كما قلت لكم شفتوا الطاقه الشمسيه كبيره اللهم بارك والضوء كبير داخل ليها. كلشي محفظ. وبالنسبه كاينه الدار ديال العساس الدار ديال العساس تبارك الله كبيره. كما قلت لكم كاين جميع الانواع ديال الاشجار ديال المثمره حدا السكان حدا كلشي وجات على القدرون. هاد لافيرم هادي جات على القدرون. بالنسبه كاين الشاطو كبير تبارك الله راه كيهز بزاف الماء ولكن داك الشاطو خاص غير بالكواره على حسب الشريب ديال البهايم وكلشي لا الغنم ولا الابخار اللي ما كايناش على حسب ديال الفيلا باش تشوفوها ان شاء الله. الا كان شي واحد بغى يشوفها التليفون ديالي تلقاو في الفيديو ان شاء الله المريم. وما تنساوش الاخوان بالبارطاج كاين شي واحد من العائله ولا من الاصدقاء ولا شنو على حسب بغى يشري بحال هاد الفيرم هادي. وبعيده من جديده الاخوان تقريبا بشي 12 كيلومتر باش بعيده من جديده. كما شفتوا راه كلها مسيجه وكلها داير ليها هاد السيبري ضرعر. يلا تبارك الله عليكم الاخوان والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.